الكتالوج انا بتعامل مع الداتا بيس وبطلب معلومات اكثر، انا بس ما بتاكد انه بطلب معلومات، ربما تكون البرودكت التايب للبرودكت البرايسز الديسكربشن كذا. اذا الحجم المعلومات اللي انا بطلبها اني اطلب كتالوج معين ما اكبر بكثير من اني اعمل عمليه لوجن. اذا هذا النوع من انواع التستنج اللي هو اللي تكلمنا عنه بيغطي الستيج الاولى. نيجي للستيج الثاني لما نتكلم عن الستيبل الهاي لود، في عندي شيء اسمه ستريس تيست. ستريس تيست انه بعمل عمليه اللي هو الهاي لود، اللي هو لما يكون في عندي the load exceed the expected usage. اذا تجاوزت ال expected usage هذا بنسميه ستريس تيست، وهذا بغطي زي ما حكيت الستيج الثانيه. الستيج الثالثه اللي هي البيك لود، في عندي نوع ثالث من التستنج اسمه كاباسيتي تيست. الكاباسيتي تيست بيعمل عملية الـ intent to provide an estimate of maximum number of users the application can support reliably. يعني أنا صح عامل السيستم لـ300 يوزر، في الستريس تيست ممكن يضل شغال بشكل طبيعي لـ500 يوزر، بس شو الماكسيمم نمبر اوف يوزرز بضل السيستم ريلابل، يعني شغال بطريقه صحيحه، اللي هو بنعمل عمليه كاباسيتي. طبعا كيف بعملها؟ بجيب ناس، بطلب ناس ويدخلوا على السيستم بنفس الوقت بحيث انه اتاكد انه السيستم تاعي ريلابل ولا لا. اذا بعد ما اخلص الستيج الثالثه من تيستينج بيجي عندي الستيج الاخير اللي هي الاكسبتنس تيست. وحكينا بشكل عام الاكسبتنس تيست اللي هي بتاكد انه حسب اليوزر ساتسفيكيشن، يعني اليوزر ساتسفايد انه في السيستم واكسبتبل السيستم اللي هو حسب اليوزر ريكويرمنتس. وبالتالي برجع بعمل اللي هو انواع معينة من التستنج في الاكسبتنس اللي هي الفانكشنال، بتأكد انه كل الفانكشنز في السيستم شغالة حسب الفانكشنال ريكويرمنتس. اليوزابيليتي بعمل كونفيرم للاند
التستر ورك ستيشن التيم حقنا الديديكيتد تيم موجود عنده جهاز اللي هو له علاقه في الكنترول وبيعمل عمليه كنترول على الاشخاص وبالتالي الاوتوميتد ابلكيشن بيلدر يكون موجود عندي هون ممكن يكون هذا الاستراكشر موجود اذا في عندي ديديكيتد تيم انه الديفلوبر شغالين والتسترز عم بيشتغلوا يعني ممكن هذا يعمل ريبورت للديفلوبر ريبورت للتستر انه خلصت جزء من الشغل وهذاك يعمل له تيستينج ويتاكد انه على كل ستيج في عندي اللي هو تيستينج حسب زي ما حكينا
كل واحدة شو أسوي فيها. Error reporting. طيب لنفرض صار في error، لمين أعمل الريبورتينج؟ نعم، في كثير من الشركات بيكون مثلا تيم وموجود عليهم هيد للتيم، وبعدين في development unit، وبعدين في مدير للشركة. وتلاحظ أن الموظف اللي بيشتغل يدوب بلش صار له أسبوع بيشتغل مع هالتيم، لما يكتشف إيرور بتجاوز كل هذول الأشخاص، بروح لمين؟ بروح للمدير، شوف أنا شو اكتشفت، شوف شو طلع عندي. وبالتالي يعني هذا كأورجانيزيشن المفروض يكون واضح، يعني المفروض حتى المدير ما يدخلوش عنده، المفروض يعمل ريبورت للشخص اللي هو مسؤول. بالضبط. إذا بعد هيك سكيدجول، لازم يكون في سكيدجول، مش والله أنا عامل تيستينج وعامل ريبورتس وكذا، وفي النهاية ما في أوقات محددة لازم إني أسلم فيها أو أخلص التيستينج، أو كل ستيج من التيستينج إمتى لازم أسويه في أي وقت. إذا في لاك للريسورسز ولا الإكويبمنت، لازم يعني إذا في أي ديلي لازم السكيدجول يوضح إنه إذا في تأخير ولا لا. ودائما في هاي الدوكيمنت في عندي شيء اسمه appendices.
اذا لازم يكون في عندي سكيور كودينج، بالتالي انا بكون عارف بالضبط في التستنج انه اتاكد من السكيورتي. المثال اللي تكلمنا عنه في البدايه، اول نوع من انواع اللي هو التوب 10 حكينا الانجكشن، فممكن الانجكشن من خلال اس كيو ال كوماند اعمل انجكشن، وبالتالي ادخل ستيتمنت على السيرفر سايد، وهم مش مطلوب مني انا ادخلها، فبيعمل عمليه انه ممكن من خلال اللي هو الكويريز، انا لما اكون انا رابط الويب ابلكيشن في داتابيس
calls to those required by the application. يعني بحدد شو البروتوكولز اللي بدها تدخل على الويب ابلكيشن تاعي واعمل ريستركشن للبروتوكولز الاخرى. All general purpose user accounts should be removed. كثير من الاكونتس الموجوده في الويب سايتس اللي منزلها اسمه شيء اسمه guest. guest معناته انه بدخل على السيستم، وبالتالي هذا بنسميهم general purpose accounts. يعني مش لازم يكون في عندي guest account انه يدخل على السيستم تاعي. بعد هيك اللي هي الاكونتس العاديه لازم يكون في عندي شيء اسمه strong passwords. الناس اللي بروحوا على الكافيهات كثير بيرجلوا، ولا مع المطاعم ولا على الكذا، يعني اول شيء طبعا انت لما بدك تفتح تتاكد من الوايرلس نتورك الموجودين عندها، بتظهر لحالها الوايرلس نتورك ما في مشكله. موجود انت في مطعم معين اكسبرس من المطاعم، بيظهر اسم المطعم، تختار النتورك. نعم، بقول لك دخل الباسورد. شو الباسورد الموجودة عادة؟ هاي 1 2 3 4 5 6 7 أو بتضلك تكبس هيك لغاية ما تصير الكبسة مسموح إنك تكبسها، ما تكبسها فبتدخل عليها. ف يعني المفروض إنه يكون مور يعني الباسورد سكيور، ويكون فيها مثلا الجديد الآن صار يقول لك لازم على الأقل 8 أحرف، يكون فيها أندر سكور، يكون كومباينيشن من الحرف الكاركترز والديجيتس إلى آخره. سكيور كوميونيكيشن شانلز، الشانلز الكوميونيكيشن شانلز برضو تكون سكيورة، معمولة سكيور. الأوبريتنج سيستم أبديتس should be applied only if the update in accordance to the vendor recommendations. يعني مش دائما يعني اعمل update وانتهى الموضوع، لازم يكون حسب recommendation معينة. اذا بعمل update للoperating system بعد هيك في procedure issues اسمه security procedure، لازم ادخل واوقف بعض channels، لانه احيانا ممكن ادخل على اي computer من خلال operating system تاعي، ومش احيانا غالبا لما بدك تدخل على اي computer تدخل من خلال operating system weakness الموجودة. طبعا نوع من انواع الوقف هنا. وجاوبتك على سؤالك، جاوبتك على سؤالك. يعني جاوبت خلاص ماشي. لان نيجي لنوع اخر من السكيورتي، شيء اسمه فيزيكال سكيورتي. مش دائما السكيورتي انه لازم يكون من خلال اجهزه كمبيوتر وادخل وكذا، في عندي فيزيكال سكيورتي اللي هو ممكن واحد يدخل يكسر الباب وياخذ السيرفر ويشيله ويروح في بما فيه من الداتا، هذا معناته ما في فيزيكال سكيورتي موجوده، وبالتالي لازم اعمل بروتكشن للداتا من ثيفت انه تنسرق، من فاير انه يصير في حريق، فلود، ايرثكويك اتسترا. يعني بالتالي لازم اضمن وين او الناس اللي بيدخلوا بسرقوا ان اوثرايزد access by anyone. صح احنا تكلمنا فوق انه اوقف كل channels، ولكن ممكن الشخص يجي عندي على السيرفر ويدخل على السيرفر، اذا لازم يكون برضو في عندي authorization للاكسس للاشخاص اللي يدخلوا على نفس السيرفر. نوع من انواع السكيورتي اعمل عملية protection للcontent، لمحتوى المعلومات اللي موجودة عندي، وبالتالي الكونتنت مقصود